هرجع للموضوع اللي دايما ايه الردود فيه جاهزه، يعني الزياده السكانيه، قضيه الزياده السكانيه اللي احنا مش هنبطل كلام عنها، خلاص اتفقنا، عشان مهما برضو ناس هتقعد تبعت على السوشيال ميديا ومهما حد عايز يقول وانت ما عندكيش حاجه، هي دي حجه الحكومه، هو مش عارفه ايه هو ايه. يا فندم انا بقول لحضراتكم ان احنا مش هنبطل كلام عليها. الخطر ده بيهددنا كلنا، احنا عايشين في خطر من الزياده السكانيه. الخطر اللي هياخد كل مجهود التنميه اللي احنا بنعمله، عشان كده مش هنبطل كلام. الناس لازم تعرف معنى المشكله فعلا. انتوا متخيلين مثلا على سبيل المثال في عام 2015 رئيس جهاز الاحصاء قال انه بيتم وضع عندنا، طبعا انا عارفه المعلومه دي مش جديده وقلناها، بس هنقول لحضراتكم ان احنا عندنا كل 15 ثانيه في طفل في مصر. تعالوا نشوف المعلومات عن عدد سكان مصر. حد يقولك احنا الاول كنا عايشين مش عارف عاملين ازاي، اي فندم ما احنا كنا سنه 96، يعني يا دوبك كده مفيش من 20 سنه كان عدد السكان 59 مليون واتنين من عشرة مليون نسمة. يعني سنة 96 سنين الناس كانت حاسة انها يعني عايشين ايه متبغددين. احنا كنا نص العدد ده. 2006 بصوا سبحان الله وصلنا لسبعة وتسعين الاتنين وسبعين وستة مليون نسمة. فيش، كنا الأول مثلا إيه كل 20 سنة بنزيد 20 مليون. إحنا بقى من 2006 ل 2017 في 11 سنة بس زدنا ال 20 مليون. زدنا 22 مليون بالظبط. يعني بقت الضعف اللي كان بيزيد زمان. فوصلنا لحد 2017 94.8 مليون نسمة. كويس؟ حلو جميل رائع. احنا اصلا في السنة دي على وجه التحديد الشهر اللي فات كنا لسه زايدين بس يعني حاجة بسيطة كده ربع مليون. تعال نروح لمعدل النمو. ما هو انت عندك سكان، يعني انت عايز معدل نمو، يعني عايز اقتصاد، يعني عايز شغل، يعني عايز حاجات كتير فوق بعض كده. من سنة 96 لسنة 2006 بالمناسبة ما كانش معدل النمو عندنا قوي ولا حاجة، لأن معدل النمو كان 2.4%. تخيلوا إن إحنا من سنة 96 لحد سنة 2006 كان معدل النمو عندنا ضعيف جدا، كنا ماشيين بمعدل نمو 2.4%. من 2006 ل 2017 كان معدل النمو كام؟ طبعا احنا عندنا انهيار رهيب حصل عندنا في السنين من 2011 لحد ما كنا بقى بنتكلم على 2014 كان معدل النمو بتتكلم على 2.56%. كويس؟ معنى كده ان انت كنت دولة في الضياع، عندك سكان بيزيدوا وعندك معدل نمو مفيش. في 2015 بس سنة واحدة معدل مواليد كان 2,068,000 شخص، 2,680,000 شخص سنة واحدة. سنة 2016 كنا أقل شوية، يا دوبك كنا 2,600,000. يعني 2017 الحقيقة كنا 2,055,000. تخيل انت كل سنة بتزيد متوسط بتاعك 2,500,000 بني آدم. طيب معدل النمو بقى عندنا دلوقتي كام في مصر؟ 5.5%. يعني عندك ضعف معدل النمو اللي انت كنت ماشي بيه خلال ال 30 سنة اللي فاتت، بس عندك 2.5 مليون بني آدم كل سنة. 2000 يعني المفروض ان احنا هنوصل بقى بحلول عام ان شاء الله باذن الله، يعني عام 2030 الدوله نفسها بس انه ب 112 مليون. يعني
لانه لو احنا مشينا بالكلام ده هنوصل ل 232 مليون. هو محمد ثواني بس عشان لخبطت لي الارقام خالص. تمام؟ فاحنا دلوقتي بنحاول نكون 112 مليون. طيب لو احنا فضلنا نخلف كده على الفاضي وعلى المليان هنبقى 20 30 128 مليون. حط بقى بعدهم كمان 20 سنه ولا حاجه ولا نفضل ماشيين بكده 200 بقى 200 مليون 200 وحاجه مليون. طب ازاي؟ ازاي؟ هنعمل ايه؟ هنصرف ازاي؟ ما احنا ماشيين بمعدل نمو فعليا يعني من سنه 96 من سنه 96 مصر ماشيه بمعدل نمو بطيء جدا عالي. 2010 اتكسرت 2011 مفيش معدل نمو تقريبا مفيش معدل نمو خالص. رجعت تبني تاني وصلت دلوقتي لضعف النسبه اللي كانت موجوده. طب بس انت عندك 2.5 مليون مولود كل سنه، 2.5 مليون بني ادم هيعملوا اكيد 2.5 مليون اسره، هيبقوا عايزين 2.5 مليون شقه، وقبل الشقه هيبقوا عايزين 2.5 مليون مكان في مدرسه، ده مهم، وهيبقوا عايزين 2.5 مليون جرعه تطعيم وعلاج ومستشفيات، ودوله لازم توفر، وممكن نسبه النص مثلا تكون عايزين لبن مش هياخدوا رضاعه طبيعيه، فهيبقوا عايزين تقريبا 1.5 مليون علبه لبن كل سنه زياده. كل دي فلوس، ارقام لازم الدوله توفرها عشان الناس قررت تخلف بكل بساطه. فنمشي بمعدل نمو اسرع من كده ايه؟ احنا ماشيين بمعدل نمو بسرعه الصاروخ بالمناسبه، بس الناس مش حاسه بيه، مش هتحس بيه، مش هتحس بيه خالص. هتحس بيه ازاي؟ قد تشعر بيه لو الناس التزمت شويه، لو ادت فرصه للدوله تبني مدارس تستوعب عدد الاطفال وتقل كثافه الفصول. قد تستوعب ده، قد تحس بالانفراجه في منظومه الصحه مع التطوير اللي بيحصل، بس ادوها برضو فرصه تستوعب العدد اللي موجود بمقدار معقول. يا جماعه 22 مليون في 11 سنه دي كارثه. يعني اما تيجي تبص على دوله من الناس اللي بتقعد تقارن مصر بيها، فانا ببص، انا اول حاجه بالمناسبه ببص على تعداد سكان الدوله، وتاني نرجع نقول الصين. تاني الصين، كل يوم اقول لكم الصين، تعالوا نعمل قانون زي الصين، انتجوا زي الصين، ولازم الناس تبطل تتقمص وتزعل لما كان في الموضوع ده، وبلاش الردود العاديه. والنبي الله يخليك، كل قلب يجي برزق وخلف ولا يهمك وكده. ما هو لو خلف ولا يهمك ما كنتش اشتكيت بعد كده. بس هل احنا هنتحمل انه يجي عندنا فرض قانون في المرور ويقول لك النهارده بس في مصر زي الصين اهو الارقام الفرديه هي اللي في الشارع، ارقام العربيات الفرديه بس هي اللي في الشارع، او تقف في اشاره؟ ده احنا هنا لما بنقف شويه على كوبري تمام بنكره حظنا ونقعد يعني نعمل اللي ما يعمل عشان الطريق زحمه، ونكتب على السوشيال ميديا وننهار ونشجب ونندد وكل حاجه. عندك استعداد تقف في اشاره بالساعه زي ما بتقف في الصين؟ اكيد يعني الناس اللي نزلت الصين عارفه ان الكلام اللي بقوله ده مش جايباه من اختراع. انا رحت الصين وقفت في الاشارات دي كويس قوي، وبقيت اقول ايه ده؟ ايه الزحمه دي؟ عشان كده احنا لازم كلنا ندعم حفله، يعني الحمله اللي بتقوم اتنين كفايه. مهم كلنا نشارك في الحمله دي حتى لو ما كناش مسؤولين عنها بشكل رسمي. الام اللي بتبقى قاعده في البيت وتقول لها اغلبيه بالعيال يغلبك بالمال، فين المال؟ هيجيبه منين؟
هتغلبيه بالعيال هيفتقر وجايز يطفش ويسيبك. بالمناسبة زي ما كتير جدا من الأسر اللي احنا بنسمع عنهم دلوقتي، خلفت عيال كتير جوزها سابها ومشي أروح أتجوز واحدة تانية، وده كتير جدا على فكرة بيعملوا كده. معرفش هل في قاموس الرجالة محسوبين رجالة ولا لأ، ف يعني مش عارفة. الناس طبعا حرة. أنا معانا على التليفون الأستاذ عبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية. صباح الخير على حضرتك يا فندم. خير عليك وعلى السادة المشاهدين جميعا. أهلا بحضرتك يا فندم. إحنا كنا بنتابع الإحصائيات الأخيرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللي كانت بتتعلق بمعدلات نسب المواليد في مصر من سنة 96 ومعدلات النمو أيضا يا فندم. تمام. واحنا لاحظنا طبعا يعني القفزات السريعه في تعداد المواليد يعني مقارنه حتى بالسنين اللي فاتت. طبعا حضرتك شايف احنا يعني كلنا ملاحظين طبعا عندنا مشكله كبيره، او القضيه السكنيه بتمثل مشكله كبيره بالنسبه للمصر يعني في الوقت الحاضر، وطبعا عشان طبعا الوضع الاقتصادي يعني. واحنا طبعا شاهدنا في السنوات الاخيره يمكن من 2013 و14 و12 و10 حتى الان ارتفاع طبعا ملحوظ في عدد المواليد. احنا كنا بنتكلم يا فندم على 2.5 مليون متوسط السنه تقريبا. صحيح. احنا كان تقريبا عندنا احنا كنا وصلنا ل 2 مليون و700 في السنه، وكان عندنا حوالي وفيات حوالي 600. النهارده عندنا حوالي 2 مليون و550 مولود، لكن النسبه طبعا بتعتبر مرتفعه جدا يعني. معدل الزياده الطبيعيه بتعتبر عاليه جدا، حوالي 2.1 من 10 او 2.2 من 10%، وده رقم عالي جدا مقارنه بنسبة او بمعدل النمو الاقتصادي. فيعني انا سمعت الحوار يعني لازم تقريبا كل اجهزة الدولة كلها تتكاتف، يعني اي مشروع يقدم من اي جهة من الجهات او اتنين كفاية او اي مشروع لازم كل اجهزة الدولة كلها تقف وراه، والاعلام ورجال الدين ورجال المساجد والكنائس والمؤسسات الحكومية والمجتمع الاهلي. ما انا كنت عايزه اقول لحضرتك يا فندم، الاحصائيات دي ازاي بتوصل للناس؟ يعني هل بيتم نشرها؟ هل المفروض انه الناس تبقى عارفه احنا بنزيد قد ايه، وده عندنا انتاج قد ايه، او عندنا نمو قد ايه؟ هل بيتم نشر جميع المعلومات دي؟ احنا حقيقي خطوره الموضوع، احنا تقريبا بقى لنا فتره كبيره او يمكن اكثر من 4 سنين عملنا الساعه السكنيه. حضرتك لو انت بتمشي في صلاح سالم تقدري تشوفي الساعه السكنيه، وعملنا الساعه السكنيه دي موجوده على كل محافظات الجمهوريه، هتلاقي على المحافظه موجوده، وكمان الناس كلها بتشوف كده. لو واحد وقف قدام الساعه بيشوف معدل الزياده قد ايه. احنا تقريبا بنزيد حوالي 4 افراد او يعني في كل دقيقه مثلا، وده طبعا رقم كبير جدا يعني. يعني طبعا هو بيختلف من على مستوى المحافظه، بيختلف من محافظه لمحافظه، لان حضرتك زي ما انت عارفه ان محافظات الصعيد او ريف وجه قبل دايما هو اللي بيجيب نسبه عاليه جدا من المواليد يعني. بعديه طبعا ريف وجه يعني محافظات الصعيد هي الاكثر طبعا، هي الاكثر انجابا. برغم كده كمان يعني هنشوف ان محافظات الصعيد هي الاكثر فقرا، وطبعا حضرتك الناس بتبقى متصوره ان ان زياده الانجاب هيحسن مستوى المعيشه، عايز يجيب اولاد عشان يشتغلوا، بس للاسف اللي بيجيب اولاد في اسره ضعيفه فبيجيبهم لا يقدر يعلمهم كويس ولا يوفر لهم بيئه كويسه للتعليم ولا للصحه ولا للرعايه ولا للمتابعه، فبالتالي حتى لما بيكبروا بيعملوا في اعمال متدنيه، فبالتالي بيزود الفقر بتاع الاسره دي كلها. ف يعني احنا لازم طبعا يكون عندنا يعني حقيقي، واحنا يمكن برضو عايزين نقطه ايجابيه ان الان برضو اصبحت وزاره الصحه والسكان، مجلس القومي للسكان، بعض الجهات، احنا كنا عملنا استراتيجيه للسكان، الان بدانا فتره بقالنا فتره بادين نشتغل اهوت يعني. ويعني الموضوع بدا ياخد اهتمام يعني. يمكن احنا بنتكلم النهارده، واحنا بتكلم حضرتك دلوقتي في الجهاز، ان في مؤتمر الدولي للسكان اللي بيتعمل كل 5 سنين، الان بيتعمل في بيروت النهارده، هو كان يمكن اول يوم كان امبارح والنهارده وبكره، ومصر طبعا ممثله ومشاركين وزاره الصحه وجهات المسؤوليه عشان تعرف موقف مصر. المؤتمر الماضي كان في 2013 واتعمل في القاهره، وطلع عنه اعلان القاهره 2013. ايوه فهمت. انا مع حضرتك فندم. فاحنا طبعا محتاجين كل الدوله كلها تبقى يعني طبعا يا فندم محتاجين كل المواطنين يشاركوا ونتكاتف كلنا مع بعض. انا بشكر ولازم حضرتك لازم المواطن كمان يحس بالامر يعني. هو كل ما قدر يعني يبقى عنده مثلا عدد واحد او اثنين، وبعدين تبقى ظروف كويسه يقدر يعلمهم كويس، يصرف عليهم كويس، يقدر يعني
يرعاهم يعني، فدي مهمه جدا. احنا عايزين ننتج او يبقى عندنا مجتمع منافس. طبعا يا فندم انا بشكر حضرتك جدا، نورتنا وبشكرك على هذه الافاده. ويا جماعه تاني هرجع اقول احنا كلنا محتاجين نشارك في حمله كلنا واحد، كلنا، انا وحضرتك وحضرتك كل واحد بيسمعنا. كام واحد عمل شير لملوك السوشيال ميديا؟ كام واحد عمل شير لحمله اتنين كفايه؟ كام واحد؟ كام واحد؟ كام واحد بيروج على السوشيال ميديا انه نرحم نفسنا شويه من معدلات الانجاب الكتير؟ هتلاقوا اللي بيشتغلوا على السوشيال ميديا والله معظمهم حد يقول لك خلف، اصل دي حجه الدوله، اصل هم مش عارفين يبقوا زي الصين وكوريا وماليزيا اللي عندهم معدلات اسكان عاليه جدا، بس يعني مش عارفين يستفيدوا منها. هو انت بصيت الدول عشان تستفيد؟ الدول دي عملت ايه عشان تستفيد من معدلات السكان دي؟ لا، انت ما بتبصش الدول عملت ايه، انت بتبص لها دلوقتي بس، ما بتبصش الصين عملت ايه من 40 سنه و50 سنه فاتت، ما بتشوفش كوريا عملت ايه في التوقيت ده. انت ما بتنتجش زي الصين ولا كوريا ولا ماليزيا، ما عندكش معدلات الانتاج، ما عندكش اسر مصر كلها منتجه وكلهم اصحاب مشروعات.